اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. اولا بنهنئ كل الامه الاسلاميه بالعام الهجري الجديد، كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يجعل كل الامه الاسلاميه ومصر بخير وسلام الى يوم الدين. النهارده هتاكلنا ايه يا شيف؟ النهارده عايزين نعمل شويه مقبلات بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، ولكن حريصين كل الحرص لما نعمل وجبه او المنيو بتاعنا بيناسب الصغير والكبير، كل افراد الاسره يعني. النهارده معايا بطاطس عايز اعملها بالزبادي والثوم سلطه. بطاطس بتتسلق بطريقه جيده ونشوف ازاي هنعملها بالزبادي والثوم. معانا جبنه النهارده هنقليها، جبنه مقليه الاطفال بيحبوها، نشوف ازاي ممكن نقليها في الزيت ونضمن ان هي ما تسحش في قلب الزيت وفي نفس الوقت التوبنج بتاعها او الخلطه هتبقى ماسكه فيها. معانا بنجر النهارده هنعمله بطريقه جديده، هنعمله مع الطحينه. الطحينه يعني اوميجا 3 يعني منتجات السمسم، والبرجر مفيد جدا لكمان للناس اللي بتعاني من المشاكل، النقص في الحديد، نقص في عندها انيميا، الاطفال اللي مش بياكلوا البرجر بيحبوه الاطفال، فخلونا ان احنا ندعمه بالطحينه ويبقى سلطه فيها كل القيمه الغذائيه العاليه. معانا فاصوليا خضراء النهارده جميله من خير ارضنا، تعالوا نشوفوا نعملها النهارده سلطه ازاي بزيت الزيتون وعصير الحامض. الفاصوليا دي لما تتسلق صح وتتعمل تتبيله كويسه ونحطها في الثلاجه ناكل منها على مدار الاسبوع. نيجي للسبانخ ومصدر غني جدا للحديد، هنعمله سلطه النهارده بدبس الرمان، وكلنا عارفين الرمان او دبس الرمان من منتجات الرمان، والرمان مفيد جدا بينقي الدم وله قيمه غذائيه عاليه جدا للاطفال وللكبار. يعني المقبلات بتاعتي متنوعه، فيها النشويات، فيها البروتين، فيها الكربوهيدرات، فيها الخضروات المفيدة للقولون وبتعالج مشاكل الإمساك. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف إزاي نعمل شوية مقبلات، ولكن البروتين مش هبرة لحمة وبس، أو يكون عندي فرخة سليمة أو ديك رومي أو بطة، لا، البروتين موجود في كل حاجة. يعني عندنا الجبنة اللي هنقليها النهاردة ده مصدر للبروتين، عندنا البطاطس مع الزبادي فيها بروتين وفيها نشويات وكربوهيدرات، عندنا سلطة الفاصوليا الخضراء لما يعملها بزيت الزيتون وعصير الحامض يعني مفيدة جدا لكل المشاكل اللي بتعاني منها سواء الإمساك أو مشاكل القولون. مش عايز أطول حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوفوا مع بعض اذا عندي نوع خمس انواع من المقبلات وانت واقفه في المطبخ زي الشيف المغازي كده تبداي بايه. عندنا بطاطس سلقناها مسبقا، في شويه تحضيرات كده اللي هو المزمبلاس يعني عشان نكسب الوقت ونبدا ان احنا نبين المنتجات بتاعتنا. بطاطس مسلوقه وجاهزه، والجبنه عندنا هنحمرها مع بعض سهله، البنجر مسلوق وجاهز، السبانخ دي مش هتاخد 3 دقايق على النار مع دبس الرمان، اصبح ان الفاصوليا الخضراء هي اللي تاخد وقت كبير. هاخدها كده ونشوف مقاديرها على الشاشه. سلطه الفاصوليا الخضراء بزيت الزيتون وعصير الحامض، دي مشهوره جدا في بعض المطابخ الفاست فود وبتبقى لطيفه وحلوه، البعض بيحط لها بقدونس، نعناع، بيحط لها فاصوليا حمراء، نوع جميل جدا، ولكن تعالوا نتعامل معاها بحرص شديد جدا. دي من خير ارضنا بنقمعها، دي لازم عشان الخيط او الشعره اللي بتبقى في الجناب دي مشكله، ممكن توجع سناننا تعمل لنا مشاكل في خاصه لكبار السن او الاطفال. هنسلقها، وعلشان نحافظ على خضارها وتبقى لونها اخضر وجميل لازم يكون في ميه بتغلى على النار، والميه دي فيها شويه ملح. تسلقي فاصوليا خضراء، تسلقي بروكلي بالشكل ده كده، ميه وملح، عكس المكرونه مش هنحط زيت هنا، نشوف الميه بتغلي بعينينا نحط فيها الفاصوليا اهي ونسلقها. الطايم تقريبا من 5 دقائق ل 10 دقائق بالظبط هتكون الفاصوليا دي استوت. لو هي خضراء وطازه 5 دقائق، فيها صفار ومش طازه هتقعد لها 10 دقايق على النار ومش تبقى حلوه، فلازم تلاقيها تكون خضراء وطازه اهي برؤيه عينك كده تشوفيها حلوه بالشكل الجميل الحلو اللي احنا شايفينه ده كده. اللي بيعاني من الامساك ياكل من الفاصوليا ديت، اللي معاه مشاكل على القولون ياكل من الفاصوليا ديت. الفاصوليا دي مفيش مشكله معاها خالص مع زيت زيتون وعصير الحامض، مريض سكر، مريض ضغط، مفيش مشكله منها اهي. انت بقى عايزه تدعميها ببيض مسلوق ماشي، تدعميها بصدر فرخه متقطع مسلوق ماشي، زي ما انت عايزه. انا هعملها النهارده من غير اي حاجه خالص غير بزيت الزيتون وعصير الحامض. هتتسلق الفاصوليا بالشكل ده كده، على ما تتسلق نشوفوا احنا عندنا ايه تاني. ده المطبخ، الحاجات اللي بتاخد وقت تحطها على النار، ما تغطاهاش خليها زي ما هي كده. طيب
احنا هنعملها طبعا بزيت الزيتون وعصير الحامض، مش هنعمل الصلصه بتاعتها والدريسنج بتاعها الا لما تستوي ونشوفها مع بعض هنبردها ازاي بميه ساقعه ونعمل لها صدمه تبريديه عشان البروكلي بالطريقه بنفس طريقه البروكلي عشان نحافظ على خضرها. شوفينها على الشاشه شكلها حلو ازاي. المقادير على الشاشه: فاصوليا خضراء، زيت زيتون، عصير حامض، بهاراتنا ملح وفلفل، ممكن نحط زبادي حسب الرغبه او نحط مايونيز، ولكن انا حابب اعملها بزيت الزيتون وعصير الحامض، ويا ريت ممكن نحط لها شويه كمون صغيرين اللي بيعاني من مشاكل القولون. هنبدا بنوع سلطه تاني لطيف وبسيط، سلطه البطاطس بالزبادي والثوم. هنعملها ازاي مع بعض؟ طيب، في بعض ما يحبش ان البطاطس يتحط عليها ثوم ني، بتعمل مشاكل مع القولون وبتعمل انتفاخات، فتعالوا نعالج المشكله دي مع بعض. هنسوي الثوم على النار بزيت زيتون لسلطة البطاطس، ومش هنستنى عليه لما يحمر، لا، أنا الفكرة كلها إن أنا عايز أعمل تتبيلة حلوة كده. هنشوفها مع بعض علشان نتبل البطاطس. حلقات النهاردة لطيفة وبسيطة. نوع من أنواع المقبلات اللي تقدري تعمليها في البيت. الزيت على النار. بناخد شوية ثوم كده طازة. حلو. وما استناش على الثوم ده لما يتحمر. عشان لونه ما يتغيرش، عشان ده هينضاف لزبادي. طب الزبادي هيخش النار يا شيف؟ لا خالص. وعندي شويه كزبره خضراء على التومه مفروم ناعم كده، بحط على الكزبره الخضراء دي يا عم الشيف شويه بهارات حلوين من الملح والفلفل والبابريكا، تتبيله حلوه يعني اهو لسلطه البطاطس. طب ده ينفع يا شيف مع بطاطس مسلوقه؟ جربيها وقولي لي رايك فيها. تقدري بقى تقدمي مع المقبلات اللي بعملها النهارده دي عيش مقربش اللي هو العيش المحمص بتاع الفته، عندك توست تحمصيه وتقدميه معاها. الحاجات دي مطلوبه لان طالما بنعمل مقبلات يبقى لازم تكون في مقرمشات. التتبيله دي اهي زي الفل، تومه، كزبره خضراء، ملح وفلفل وكمون، بابريكا. هاخد التتبيلة دي يا عم الشيف واسقطها على فين؟ حد يقول لي بقى، على البطاطس ولا الزبادي؟ لا على الزبادي. عمرو عايز السمك. حلو اهو، التتبيلة دي حلوة زي الفل، عندي زبادي اهوت، الكمية دي حلوة قوي. باخد الخلطة دي كلها اهي وانزل بيها على الزبادي. لازم تغيري من مطبخك، لازم تغيري من ثقافة الطهي بتاعتك. مش كل يوم فراخ ولحمه وسمك، مش كل يوم هبر، مش كل يوم كبسه. يوم لطيف زي النهارده كده، شوفوا الصوره على الشاشه عامله ازاي، هي بترسم نفسها لوحدها. الخلطه دي زي الفل، تمام. اقلبها. اصبح ان الزبادي هنا يا عم الشيف له طعم تاني دلوقتي، اعتقد ملح، بهارات. هاخد الخلطه دي يا عم الشيف واسقطها على على البطاطس. بطاطس يعني نشويات، يعني كربوهيدرات. النشويات اللي موجودة في البطاطس مش موجودة، القيمة الغذائية بتاعتها مش موجودة في أي نوع تاني من النشويات، لا الرز ولا الحبوب ولا ذرة ولا أي حاجة خالص، لأنها بتمتص السموم اللي موجودة في الجسم. هاخد ده كده وأسقطه على البطاطس. جربي بقى نوع البطاطس ده وقولي رأيك فيه. نيجي لموضوع التقديم. أنت لو قدمتها لي كده على السفرة نفسي هتقفل منها، مش هاكلها. ايه العك ده يا شيف؟ ايه ده؟ ده انا عايز، فلازم اقدمها بشكل حلو، ارسم لوحه فنيه. دايما طبق السلطه بعتبره لوحه فنيه، ست البيت، الام، العروسه، الاخت بتحط خبرتها الطهويه وهي بتقدم الطبق. تعالوا مع بعض. طبق السلطه ده عايز برضو ان احنا واحنا بنغرفه كده نحط في الاعتبار ان في اطفال على السفره فلازم ياكلوا منه. السلطه دي كل ما تبرد في الثلاجه كل ما تحلو. انت ممكن تبدعي في الموضوع وتجودي، هات بيض اسلقيه وحطيه عليها. الزبادي خد التوابل والفليفر والطعم. حلو. مش كل يوم بطاطس مقليه، مش كل يوم صينيه بطاطس بالفراخ، مش كل يوم بطاطس مشويه. بطاطس اتسلقت، سلقناها بالقشره، سبناها لما تبرد وشلنا القشره عشان نحافظ على النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده فيها. قطعناها مكعبات وبعدين حطيناها على جنب كده وعملنا الخلطه اللي شفناها مع بعض على النار الاول. ثوم،
كزبرة خضراء، شوية بهارات حلوين زي الفل. طبق سلطة طلع في أقل من دقائق. عندنا عودني أنا حلو كده لطيف يتوج الصورة الحلوة دي كده. تسلم إيدك يا عم الشيف. إيه رأيك في المركب دي؟ حلو. أنا قلت لحضراتكم في البداية لما أجي أعمل سلطة بحتاج إن أنا أعمل نوع من أنواع المقرمشات. هي المقرمشات اللي ممكن تقدمها لنا يا شيف؟ أنا هعمل شوية عيش معايا كده، هعملهم مقرمشات. العيش الشامي بتاعنا ده كده أهو، بجيبه كده بلفها رولز كده، رغيفين عيش مع بعض يعني، وأقطعهم كده زي المكرونة الاسباجيتي بسكينة حامية. أهو أنت ممكن تلف رغيف واحد مفيش مشكلة عشان تبقى حنينة على إيدك كده وتقطعها بسهولة. أهو شفت التقطيعة دي مطلوبة. هاخد العيش ده يا عم الشيف أتبله بشوية بهارات حلوة، عندي زيت بيسخن على النار، أحمر العيش ده مع بعضه كده، هتبقى حاجة لطيفة على السفرة للأطفال، حاجة تجذبهم علشان يقعدوا على السفرة، هما بيحبوا الحاجات ديت على فكرة، وخاصة لما يكون عليها فليفر حلو. دلوقتي هنشوف نعمله مع بعض ازاي. اتقطع العيش كله اهوت، هو مش اتقطع معاك كده على فكرة غير لما تلفيه رولز زي ما أنا عملته دلوقتي. ناخد العيش كده أهو، حاجة جديدة أهو، هناخد العيش ده نحطه هنا ونحط عليه شوية بهارات حلوين مع بعض. ايه هي البهارات يا عم الشيف واحنا مع بعض كده؟ سنة بابريكا حلوة مع شوية زعتر حلوين، طعم العيش ده هيتغير. اهو ادي البابريكا وشوية كركم حلوين كده، اطعمه يعني من الاخر. الحاجات دي المقرمشات دي ممكن تلاقيها في كيس كده في اي سوبر ماركت بالشيء الفلاني وسعرها غالي جدا. حلو قوي، وعندي الزيت بيسخن كده اخباره ايه زي الفل تمام. شوف التركية دي بقى، سنة شبت صغيرة. ايه يا شيف الابداع ده؟ اهو ده عيش. اه جربيه. شفت الجو ده كده؟ اقوم اعمل ايه يا شيف تاني بقى؟ دي سلطات، عندي عصرة ليمون دلعها علشان التتبيلة تمسك فيها. واقلب العيش كده واخده على الزيت تحمير على طول. يلا جربي الطريقه دي وقولي رايك فيها ايه. حاضر عينيا الاثنين. شفت العيش ده كده؟ زيت شديد الحراره، لازم يكون زيت قوي جدا وما تفرقهوش، خلي بالك. ننزل بيه في قلب الزيت بالشكل ده كده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده يتقدم مع المقبلات اللي انا بعملها دلوقتي. يسيبه يتحمر كده وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل معانا نوع من انواع البنجر هنعمله مقبلات، معانا جبنه هنقليها مع بعض ونشوف اسرار قلي الجبن سواء موزاريلا سواء شيدر سواء عكاوي من غير ما تفك مننا، معانا سبانخ بدبس الرمان عشان الناس اللي عندها مشاكل في نقص الحديد والانيميا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا مع بعض العيش، خاطف نظري بجد والله. ده عيش ولا مكرونه نجدتين ليه؟ ايه ده؟ هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه. حطوه مع شويه البطاطس مع سلطه البنجر اللي عاملها دلوقتي. حلوه مع الجبنه المقليه، حلوه تمام زي الفل. ما اقولكيش حمار بطاطس، هي دي حلوه قوي على فكره. هنخليه كده نقدمه مع بعض ونخليه هنا كده، وتعالوا مع بعض نشوف ازاي نحمر جبنه مقليه او نقلي جبنه مع بعض واحنا شغالين. مقاديرها على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك. الجبنه المقليه معانا جبنه عكاوي او شيدر حسب الرغبه اللي موجود، ولكن حطها في الفريزر شويه قبل ما تشتغلي فيها، موجوده معانا. ومعانا بيض ومعانا بقسماط، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر، ولو هي مالحه ما تحطيش ملح. حلو الكلام، حلو الكلام. بس يا شيف مغازي الخلطه ما بتمسكش في الجبنه، نعمل ايه؟ خليكي معايا واحده واحده كده وشوفي انا هشتغل ازاي. ادي اتنين بيضه كده بنقلبهم مع بعض بمضرب حلو، ونحط على البطين دول يا شيف معلقه من النشا. الله عليك.
الجبنه دي اخواننا الشوام اللبنانيين والسوريين يعني عامه هم اللي اخترعوها عشان نتكلم كل واحد ياخد حقه. جبنه ماليه تلاقيها الصبح كده مع طبق الجرجير، طبق الخس، او جبنه مشويه عكاوي. لو هي مالحه بتحطيها في ميه تتخلصي من الملوحه بتاعتها، وبعدين تحمريها في زيت زيتون تشوحيها يعني مشويه، او في انك انت تقطعيها وتقليها. في منها بحبه البركه وفي منها ساده، ولكن التركايه والاسرار مع الشيف المغازي. حطيت مع البيض معلقه من النشا زي ما هي كده، واحط على البيض يا عم الشيف ايه بقى شويه بهارات حلوين. معانا شويه بقدونس حلوين، حلو قوي. احط شويه زعتر وشويه بهارات من الملح، سوري مش هحط ملح، انا سنه بابريكا، شويه زعتر حلوين، اتبلها كده زي الفل. بس انا لو حطيت الجبنه يا شيف في البيض ده كده برضو مش هتمسك، ممكن الخلطه تسيب من عليها. نعمل ايه؟ واحده واحده مع بعض. هنجيب البقسماط بتاعنا ونوسع الدنيا كده، اللهم صل على النبي، وناخد الجبنه اللي هي عندنا جاهزه، ومعانا من الدقيق معلقه صغيره، ونعفر الجبنه دي يا عم الشيف بشويه الدقيق دول. الله عليك وعلى والديك، بس خلاص ارفع ايدك. هناخد الجبنه دي بعد التعفيره دي كده. من النهارده لازم تاكلي ولادك جبنه مقليه، اهو سواء موزاريلا سواء عكاوي سواء شيدر، اهو ايه التركايه تاني من الاول. على حسب الكميه، اتنين بيضه قلبت معاهم شويه نشا، معلقتين من النشا او معلقه كبيره. البهارات بتاعتنا شويه بابريكا شويه زعتر شويه بقدونس ده خضار حلو. نكسر البياض، هناخد الجبنه نحط عليها معلقه من الدقيق. هاخد الجبنه اخدها زي ما هي كده احطها في الخلطه دي كده، اهو بالشكل ده كده. هتشيل طبعا التوبنج بتاعنا، لان انا الملمس بتاعها انا عملته بالدقيق، عفرته بالدقيق. هقلب الخلطه دي كده، وبعد ما اقلبها هحطها فين يا عم الشيف؟ في البقسماط. شفتوا بقى لونها اتغير ازاي؟ اول ما تلاقي لونها اتغير كده اعرف ان هي شالت من التوبنج بتاعنا. اهو 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 زي ما هي كده، اهي اهي اهي، حلو اهو. اخدها كده بالراحه واحطها فين؟ في البقسماط بتاعنا، او رقائق الذره زي ما انت عايزه. رقائق ذره، بقسماط، تجيب التوست اللي عندك تفرميه في الكبه وتستخدميه عادي. اصبح دي برضو فيها بروتين السلطه دي كده. نقدم معاها جرجير بقى، نقدم معاها خس كابوتشا، خس بلدي حسب الرغبه. وفي قلب البقسماط بنعملها كده، بنفلفلها، وعندي زيت شديد الحراره. واضغطهم بايديا كده. ممكن تعمليها على فكره وتشيلها في الفريزر، ولادك راجعين من النادي، جوزك راجع من الشغل، حاجه كده تصبيره على ما تجهز الغدا او العشاء. صحن بطيخ حلو هيدعي لك. ناخد الجبنه كده، حمرها في الزيت دلوقتي وعلى مسؤوليتي. الصورة حلوة الشباب حبايبي. ناخد ده كده يا عم الشيف، واخبار الزيت ايه؟ درجة حرارته عالية جدا. زي الفل. لا لسه عايز يسخن، نخليها على جنب كده لما الزيت يسخن معانا. اوعى تحطها في زيت بارد، هتبوظ كل اللي عملتيه. الجبنة دي لازم تتقلي في زيت شديد الحرارة زي ما حمرنا فيه العيش من شوية. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نشوف سلطة البنجر بالطحينة هنعملها ازاي. احنا عندنا النهاردة خمس أنواع من المقبلات، فكل واحد بياخد وقته في الشرح والإيضاح. سلطة البنجر بالطحينة نعملها مع بعض ازاي يا شيف؟ معانا بنجر، معانا طحينة، معانا عصير ليمون، ثوم، زيت زيتون. البنجر يتسلق بعد ما يتغسل كويس جدا، ونخلص من الرملة والطينة اللي على القشرة، والمية اللي نسلق فيها البنجر بنرميها. نسيب البنجر ده لما يبرد تماما تقدر تتعاملي معاه، نشيل القشرة بالراحة. اوعى تسلق البنجر والطينة على القشرة او في رملة، هتخش جوه لحم البنجر ويبقى شكلنا وحش واحنا بنعمله، خلي بالك. البنجر نقطعه حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بنجر ده يعالج الانيميا،
الناس اللي عندها مشاكل مع نقص الحديد، هو لونه بيفتح النفس، لونه لون دم، لون الدم يعني، فمفيد للدم. اي حاجه تخص الدم البنجر ده مفيد فيها. والدرنيات عموما اللي هي زي البنجر، زي البطاطس، زي الجزر، زي الكرنب، زي الفجل، زي اللفت، مفيدة جدا. الحاجة اللي بتطلع من قلب الأرض، وخاصة لما تكون الأرض الطيبة مصر، صدقوني بجد والله العظيم هتلاقي الحاجة مفيدة جدا وفيها كل العناصر الغذائية اللي احنا عايزينها. بنجر مسلوق زي الفل، ما تقطعوش هو سخن، عشان هينزل لك سائل على البلانشة اللي بتقطعي فيها. سيبيه لما يبرد خالص، حطيه في التلاجة. نكون جهزنا الطحينة مع الخلطة اللي احنا هنعملها دلوقتي، تتبيله حلوه كده، ويبقى نوع من انواع المقبلات اللطيف الجميل اوميجا 3 اللي موجوده في الطحينه، لان الطحينه بتطلع من زيت من السمسم، واحنا كلنا عارفين السمسم يعني جمبري جامبو، يعني اوميجا 3. مش لازم اوميجا 3 لازم اكل سمك واكل جمبري خالص، اوميجا 3 موجوده في الطحينه، موجوده في زيت الكتان، الزيت الحار، الفول بتاع المصريين الحلو، طبق الفول اللي على الناصيه مهم جدا، بس ناكل معاه طبق جبنه، طبق بيض، طبق فول، طبق سوري، طبق طماطم. دايما مع الفول الصبح ما يبقاش فول ساده بس، يفضل ان احنا ناكل دايما جنب الفول يا اما جبنه يا اما طماطم يا اما بصل اخضر. عشان كده بتلاقوا الراجل اللي واقف على عربيه الفول جنبه البصل الاخضر والعيش والطماطم والحاجات الحلوه دي. الطحينه جاهزه، اخبار الجبنه ايه؟ هو ده، ننزل بقى في قلب الزيت زي الفل. يلا. جبنه تقيله اول ما بتنزل في الزيت بتنزل تحت. لازم الزيت يكون شديد، علشان لو حطيتها في زيت بارد الجبنه دي هتسيح ومش هتقدر انك انت تحصل على الشكل اللي انت عايزاه. انا كل القصه عايز اعمل لها توبنج من الخارج، طبقه خارجيه كده تبقى مقرمشه زي لطيفه زي الفل، لما اكلها احس ان انا باكل ايه، حاجه كريسب كده. الفاصوليا استوت، والجبنه في قلب الزيت، واحده واحده كده زي الفل. جبنه مقليه بس خلاص، ما نقلبهاش كتير. اخبار الفاصوليا ايه؟ جاهزه معايا اهي. فاصوليا خضراء زي ما هي كده، بجهز لها بوله احطها فيها كده، حلو قوي، واشيل الميه دي من هنا مش عايزها، واعمل لها حمام ميه كده، ميه ساقعة عشان اشتغل فيها بسرعه. لما تسلقوا بروكلي او تسلقوا فاصوليا بالطريقه دي كده، اهي الميه اهيت، الفاصوليا الخضراء الجميله الحلوه، خليها في الميه كده عادي. بس خلينا نغرف الجبنه الاول، نجيب طبق حلو صغير زي ده كده. خس كابوتشا، خس كابوتشا في الارضيه كده، حلو يكون مغسول وجاهز. اخد الجبنه ارصها عليه واقدمها بقى. طبعا دي على انت ما تحط الغداء او تحط الفطار او تحط بقيه السفره هتكون خلصت، خاصه لو جوزك راجع جعان وعايز ياكل، هينقنقها كده على الماشي اهي. جبنه مقليه مع خس كابوتشا، الف هنا وشفا، لطيفة وجميلة وسهلة ومسحتش وطالع لونها أصفر وحلو كأنك بتحمري جمبري. نوع من أنواع المقبلات. لازم جبنة عكاوي يا شيف، ممكن تعملها شيدر، ممكن تعملها موزاريلا، بس أي نوع جبنة هتحمريه لازم تحطيه في الفريزر شوية، يبقى تبريد عالي. أي نوع من أنواع الجبنة لازم تحطيه في الفريزر شوية. الله، حلوة. في واحدة تانية كمان. ألف هنا وشفا للي ياكل، نخليها هنا. تمام، خلصنا من الجبنة. تعالوا مع بعض نشوف تتبيلة البنجر بتاعنا. كسرولة زي دي كده، هناخد البنجر نحطها فيه عشان ننزل عليه بالتوابل. طحينة، بقدونس مفروم، زيت زيتون، عصير ليمون، شفنا المقادير على الشاشة أهو وأنا واقف مع حضراتكم. كل ده أنا النهاردة في أجازة، واقف ايه بسلة. ده زيت الزيتون يديله لمعة زي الفل،
معلقه سكر صغيره. حلو قوي. عندي كمان شويه بقدونس حلوين، شويه طحينه. طبعا ده لازم يتقلب كويس. ايه اللي يخلي الطحينه دي تسيح او الطحينه دي تفك؟ عصير الليمون اللي هحطه دلوقتي بالشكل ده كده. واقلب الخلطه دي كلها مع بعضيها. حلوه عينيه. اه كده سلطه البنجر كمان خلصت. مش كل يوم يبقى بنجر. اي نعم في بعض المطاعم بتقدمها بنجر وبس كده مع سكر او بقدونس. لا، انا قدمت معاها طحينه اهوت واقلبها كويس، تقوم الطحينه تسيح مع البنجر. يبقى انا بدعم سلطه البنجر باوميجا 3 اللي هي الطحينه مع زيت الزيتون وعصير الحائط. انا هستاذن حضراتكم، بطلع فاصل صغير. وحلقات النهارده حلقه بسيطه وسهله وتنوع وتغيير في المطبخ بتاعك مع بدايه الاسبوع. عملنا شويه مقبلات وشغالين فيهم. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع للسبانخ بدبس الرمان نشوف هنعملها مع بعض ازاي، والفاصوليا الخضراء هنتبلها ازاي بزيت الزيتون وعصير الحامض. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، التفاصيل عندنا وكمان اسرار انك تعملي شويه مقبلات بطريقه سهله وبسيطه من غير ما تسحمي مطبخك وتبقي واقفه في المطبخ الدنيا مكركبه. يعني مكركبه يا شيف؟ شيف والله عمل نوع خمس انواع من المقبلات النهارده. الموضوع ببساطه ان في نيه انك تعملي مقبلات بكره، بتسلقي من البطاطس من بالليل وتحطها في الثلاجه، مش لازم تقشريها عشان لونها ما يتغيرش. الفاصوليا الخضراء سلقتها من بالليل وحطيتها في الثلاجه. الجبنه اللي انا شغال فيها دي كده اعمليها من بالليل وحطيها في التوبنج بتاعها وحطها في الثلاجه، وهكذا. تقومي واقفه في المطبخ رايقه تعملي المقبلات دي، يبقى يوم اجازه بالنسبه لك. مش هتاخد منك اقل من تقريبا 20 دقيقه هتكون عملت 20 نوع من انواع المقبلات. حلوه قوي. الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. سلطه البطاطس بالزبادي، وعملنا مع بعض البنجر بالطحينه، وعملنا مع بعض جبنه ماليه، وعملنا عيش مقرمش مقرمشات حلوه مع السلطه. انا دلوقتي هعمل طبق سبانخ بدبس الرمان. هل السبانخ تتحط نيه ولا مستويه؟ يفضل ايه؟ طبعا انا عايز دبس الرمان السبانخ تشربه. اقوم اعمل ايه؟ تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. سبانخ بدبس الرمان. المقادير على الشاشه. طاسه على النار شديده الحراره، فيها قليل من زيت الزيتون، حلو، بصلايه ناعمه، تومه ناعمه طبيعي. معايا الفاصوليا كده راكنها على جنب لسه ايه جاي لك، جاي وقتك. حلو قوي. ادي البصلايه، استنى عليها كده تاخد لون شويه. دي السبانخ بدبس الرمان. هتتاكل بارده ولا سخنه؟ عادي، ممكن يكون نوع من انواع المقبلات سخن، بس لو بردت هتزداد جمالا وحلاوه. التوم بتاعنا وهي بتتحمر كده. الله. شوف التركايه دي. زي ما انا شغال كده. معانا دبس الرمان حبيب الكل. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. دبس الرمان ده يا اخوانا قيمته غذائيه عاليه جدا، فوائده لا تعد ولا تحصى. نسيبه مع النار كده. خلطه، ما تحطيش بقى ملح ولا اي حاجه، زي ما هي كده عشان طعم دبس الرمان يظهر. ما تحطيش عصير ليمون دلوقتي خالص. علل ولماذا؟ السبانخ غنيه بالحديد، مضادات اكسده. لو حطينا عصير ليمون دلوقتي وطبخنا فيه السبانخ، السبانخ دي هيبقى لونها اسود. انا عايز احافظ على لونها وخضرها وجمالها، اعمل ايه؟ الخبره الطهويه بتقول ايه؟ بنستنى على الخليط ده لما يغلي كده. حلو. ونحط السبانخ بتاعتنا في قلب الخلطه دي كده زي ما هي كده، ما تقطعهاش، سليمه زي ما هي. حلو. وهنغطيها. بعد 3 دقايق بالظبط هتلاقيها هبطت. اي خضروات بتتعرض للنار، سبانخ، رجله، سلق، بتلاقيها هبطت على طول. حلو الكلام. هنغطيها كده. ده الغطا ده صغير، فين الكبير؟
اللهم صل على النبي. تمام، لازم الغطا محكم. حلو قوي، هنسيبها على النار. تعالوا نتبل الفاصوليا الخضراء بتاعتنا واحنا مع بعض كده. ايه تتبيلتها؟ عصير ليمون، زيت زيتون مع بعض. الفاصوليا الخضراء اللي سلقناها من شويه صفيها من الميه كده. عايزه تاكلي الفاصوليا دي وتدعي لي، تبليها وحطها في الثلاجه ساعتين ثلاثه، هتاكلي صوابعك وراها. مشاكل الكولون، مشاكل الامساك، ياكل من الفاصوليا دي ويدعي لي. زي ما هي كده بنحط عليها زيت زيتون. خدت اللمعه ازاي؟ حلو، فص توم محترم كده ني. شويه بقدونس مفرومين، دي ما تحطلهاش كزبره، حطيت الكزبره الطعم هيهرب منك. بقدونس مفروم ناعم. على فكره حابه انك انت تحط طماطم عليها، اهلا وسهلا. عصير ليمون، قلت لحضراتكم السلطه دي عشان ناكلها ونستمتع بيها. بنحطها يا عم الشيف في الثلاجه وقت ساعتين ثلاثه، مفيش اي مشكله. هتقول الخضار ده كده، نكسر الخضار ده بايه؟ حبايه فلفل حلوه زي دي محترمه. بناخدها بنقطعها جوليان واحنا مع بعض كده. اللهم صل على النبي. هيبقى شكلها حلو. وينزل عليها كده. الحاجات الحلوه دي مطلوبه، وقلت لحضراتكم من البدايه انا بحكم على السفره بتاعتي بطبق السلطه، بشوف معموله بحب ولا لا، من الشكل، من البرزنتيشن، طريقه التقديم، طريقه تقطيع الخضار، دي مهمه جدا على فكره. انزل بالخضره دي كده، اقلبها واحطها فين؟ اوعى تحط ملح، خلي بالك انت حاطه ملح في سلق الفاصوليا، اوعى تنسى عشان ما تبقاش مش على السفره. زي ما هي كده. لازم بالايد. بالايد، اشتغل بايدك كده زي ما انا شغال عشان الخلطه تخش جوه حبات الفاصوليا. شفت هبطت ازاي؟ وزي الفل تاكل صوابعك وراها. هنخليها على جنب كده لغايه لما نشوف اخبار الايه؟ السبانخ، واحنا شغالين مع بعض. السبانخ اخبارها ايه؟ افتح يا سمسم، اللهم صل على النبي. السبانخ راحت فين السبانخ عمور؟ يا باشا المدرسة الطهوية المغازية بتقول ايه؟ العلم في الراس مش في الكراس. حلو، السبانخ زي الفل. ما اعرفش والله الكلام ده بيجي منين، هو بص ارتجالي كده وربنا بيكرمنا الحمد لله حسب النية. السبانخ عايمة في دبس الرمان وعصير ولا ايه وزيت الزيتون زي ما هي كده. دي تبرد شوية زي ما هي كده يا شيف، هتاكل الدبس الرمان ده لأنه نازل فيه العصير بتاع السبانخ والسائل بتاع السبانخ. نقدم الطبق ده هنا كده. بس انا مش هحط عصير ليمون خالص دلوقتي. زي ما هي كده. الله الله عليك يا شيف، ايه الحلاوه دي؟ الطبق ده لو بتسمعوا كلامي بجد والله العظيم، كبار السن، اللي بيعمل رجيم، اللي عنده مشاكل مع الانيميا والحديد، زي الفل. دبس الرمان زي ما هو كده. وهنحط الليمون امتى؟ بعد ما يبرد. حذاري تحط الليمون على سبانخ سخنه هتسود، فاحنا كده بنشتغل مع حديد واكسده. الليمون يتحط بعدين خالص، هنخليها على جنب كده. ولكن تكسري اللون الاخضر ده كده برضو بشكل لطيف كده. واحنا شغالين. شفت انا بعمل ايه؟ بس خلاص خدهم كده زي الفل، زي اخواننا اليابانيين او الصينيين في الايه الاطباق بتاعتهم. زي الفل. الطبق ده نقدمه فين؟ نخليه كده هنا زي الفل. تمام. ايه السفره الجميله دي يا شيخ؟ ده انت النهارده في اجازه بقى. تعالوا نغرف الفاصوليا مع بعض. الفاصوليا جاهزه، شيل كل ده كده ملوش اي لازمه. تبلنا الفاصوليا، ولكن في البعض بيعاني من مشاكل التوم في السلطه. نحل المشاكل دي ازاي يا مغازي؟
ربنا كرمنا من الارض الطيبه بالنعناع البلدي، مش موجود في اي مكان، والراجل بيبيعه على راسه الشارع. خلي دايما في مطبخك حزمتين من النعناع الاخضر البلد الحلو ده كده، كوبايه شاي، كوبايه العصاري فيها ورقتين نعناع اخضر حلوين، وما تحطش عرق النعناع لان عرق النعناع بيمرر لك الحاجه، وربنا يكفينا شر المرار. تعملي عصير ليمون بالنعناع، اوعى تحط العرق، تحط دلوقتي ورقتين نعناع اخضر حلوين في قلب السلطه، ما تحطش العرق، وهكذا. احنا حاطين في السلطه دي يا عم الشيف حاطين توم، والناس بتعاني من مشاكل التوم، انا هنزل بهم زي ما هم كده. دولت لما يخش عليهم زيت الزيتون وعصير الليمون مش هتشوفيهم بعينيكي، ولكن هتستطعميهم وانت بتاكلي السلطه الحلوه دي كده. ده الطبيعي. النعناع البلدي بتاعنا الحلو ده كده، الله، كل ما اقرب ايدي عند بقي كده اشم ريحه النعناع الحلو. انا كل يوم الصبح قبل ما اطلع الهوا لازم كوبايه الشاي بالنعناع، بيعملوها للشباب هنا. تسلم ايديهم. زي الفل، حلوه كده، مفيش ريحه للثوم خالص. هناخد السلطه الحلوه دي كده يا عم الشيف، نغرفها في طبق حلو، ممكن طبق زي ده كده اهو، لكن نروق الدنيا كده عشان عموره ما يزعلش مني. حاضر يا فندم. تمام، هنا مفيش للثوم مكان بينا. ونشيل ده كده. اللهم صل على النبي. النهارده اليوم لطيف وجميل، حبيت بصراحه اريح المطبخ بتاعي من الفراخ واللحمه والسمك يوم كده. احنا شفنا امبارح حلقه سمك حلوه، شفت الشكل الحلو ده. بس دايما يكون عندك الخس الكابوتشا ده علشان ده بيدي برزنتيشن للطبق. وانا لما عملت حلقه المقبلات النهارده انا عايز مطبخك فيه التنوع. احنا قبل كده عملنا حلقه مقبلات مختلفه، ولكن الحلقه بتاعت النهارده بالتاكيد لها شكل تاني وطعم تاني، وحريص ان انا ارضي كل افراد الاسره الصغير والكبير، ولكن بالطريقه اللي تعجبهم. مش معناته ان انا بعمل رجيم او ان انا بحب المقبلات ان انا اعملها سلطه وبس. لازم اسال الصغير قبل الكبير، وماما قبل الصغير، وحماتي قبل كل افراد الاسره. ايه رايك يا حماتي النهارده نعمل زي الشيف المغازي ما عمل شويه سلطات حلوين كده، خمس ست انواع، اللي يعجبك تاكلي منه، ايه رايك؟ عادي نتناقش ونتشاور للوصول لحاجه معينه. ودايما النقاش والتشاور في اكله بنعملها او في غدا بنعمله او في عشاء، النهارده هتتغدى ايه يا حبيبي؟ لما انا اقول اي حاجه طاقه سلبيه، لما انا اقول حاجه معينه بحب اكلها من ايدك يا حبيبتي دي طاقه ايجابيه. الكلام اللي بقوله ده واضح زي الشمس. مراتك بتسالك الصبح تاكل ايه يا حبيبي النهارده، قول اي حاجه تيجي على بالك، بس خلي بالك هتقل جيبك، هتخفف جيبك. باميه باللحمه الضاني تقل جيبك. والله يا حبيبي بتعجبني طبق عجه جامد جدا، انت ناوي تخفف بس بحب اكله من ايدك، هو الجو ده. حلو الكلام. خلي كده فيه. حاضر يا فندم. نطلع خلاص، خلصنا، خلص وقتنا. مطبخنا النهارده مقبلات، حاجات خفيفه في متناول الجميع، اذا كان من خير ارضنا الفاصوليا الخضراء والبطاطس والبنجر، وعندنا الجبنه المقليه، ولكن بتكنيك عالي وخبره طهويه علشان نرضي حضراتكم ويبقى عندنا تنوع على السفره بتاعتنا. يعني نقول بصوت عالي الجميع بيسمعوا جيدا، مطبخنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه متنوع، يعني رؤية، يعني فن، يعني إبداع. كل يوم من مس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.